أعلن صندوق العمل تمكين عن إعادة برامج دعم المؤسسات ودعم الأجور بالإضافة إلى صياغة جديدة ستطرى على آلية تنفيذ برنامج تدريب البحرينيين وتأهيلهم ليكون الخيار الأفضل في التوظيف داخل مؤسسات القطاع الخاص على وجه التحديد. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي ترأسه الدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين بحضور عدد من مسؤولي الإدارات في تمكين الذين تقاسموا الأدوار في تقديم الشروحات التفصيلية أمام ممثلي وسائل الإعلام المختلفة في المملكة وتباين الفئات التي سيتم استهدافها من خلال البرامج الثلاثة بحلتها الجديدة، حيث سيتم اعتماد منصة البوابة الإلكترونية في تلقي طلبات المستفيدين من الأفراد أو الشركات وصولا إلى قبول طلبات الدعم الخاصة بهم والموجهة لتوضع في مقام تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطويرها ولتتحول فيما بعد إلى مؤسسات قائمة مستقبلا، حيث بلغت مبالغ الدعم التي قدمها صندوق العمل تمكين في عام 2018 ما ينوف على 20 مليون دينار بحريني، ومن المتوقع أن يزيد مبلغ الدعم المقرر لتلك المشاريع في العام الحالي. عندنا النظر في هذه البوابة وتحديثها بتقنيات حديثة واستغلال التكنولوجيا لتوفير رحلة عميل أفضل إن شاء الله في المستقبل. التغييرات الرئيسية اللي حدثت هي أكثر شيء ركزنا عليه تسهيل العملية على العميل نفسه وتقليل الزيارات اللي احنا نقوم لها للعميل والعميل يقوم لها الينا عن طريق تدشين خدمه الفيرتشوال فيزيت ولا الفيرتشوال سايد فيزيت كسبيل المثال. سعدنا اليوم ان نعلن عن اعاده تدشين برنامج تمكين للتدريب ودعم الاجور، ولا راح يتضمن باقه تتضمن ثلاث برامج. البرنامج الاول يعنى بتدريب البحرينيين وزياده كفاءاتهم وزياده انتاجيتهم في مؤسساتهم. البرنامج الثاني هو زياده الاجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، بالاضافه البرنامج الثالث إلى هو دعم الأجور وتوظيف البحرينيين لمساهمة القطاع الخاص في استقطاب البحرينيين في القطاع الخاص والعمل فيه.